بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 1/5/2012 معنا شخص مصاب من منطقة الدير العلبي. من منطقة الدير العلبي راح يحكي لنا كيف تصور. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. احكي لي كيف تصابت وليش متهجر هلا وقاعد بالملجأ؟ والله يا أخي أنا كنت بالبيت عم بسعي الزريعة على السطح. جيت لارتاح هيك شوي بعد ما سقيت هالزريعة جنب الزريعة. ما شفت إلا اجتني قذيفة وهدمت لي البيت وضربت لي إجرية. ما حدا موجود بالبيت غيري. أولاد عمي مارقين من جنب البيت من حد البيت فشافوني. ساعة اللي شافوا البيت انضرب ركضت العالم على البيت وأهل الخير والشباب الله يحميهم بجاه الحبيب محمد. ساعدوني واخذوني اسعفوني. وهذا اللي صار منك يا بشار على اساس تعملنا اصلاحات. هاي اصلاحاتك. هاي الاصلاحات الحلوه. هجرتنا ذبحتنا قطعت لنا اجرينا وايدينا قطعتنا من الاوصال. هجرت اولادنا ذبحتنا مثل ما ذبحتنا هجرت اولادنا. انا عندي 5 اولاد. الله يستغفر فيك. الله يستغفر فيك بجاه الحبيب محمد. عيالك وين عيالك اطفالك مساوي؟ عيالي مهجرين والله ما بعرف وين يا اخي. ما بعرف. انا قاعد هون والله ما بعرف اولادي وين ومرتي وين وين رايحين وين جاي ما بعرف. ميتين طيبين ما بعرف. طيب انت بدك مثلا اهلك عيالك قايمينك يساعدوك يعينوا فيك؟ مين بده يعيننا يا اخي؟ مالي غير الله. مالي غير الله. واللي ماله غير الله ما بيستعين بحدا. لا ببشار ولا بغير بشار. لا بجامعة عربي ولا بقطر ولا بغيره. ما بنستعين غير بالله. لأنه ما عندهم نظر. ما شايفين العالم عم تتدبح والأطفال. ما شايفيننا كيف عم نموت. ما في رحمة. هذا الإسلام اللي الله سبحانه وتعالى كتبه علينا. والله عم بسعي زريعة على السطح. والله لا أنا متظاهر ولا أنا أبدا ماشي بطريق الله المستقيم. اجتني هالقذيفة ذبحتني وهجرت لي أولادي وعيالي. بجوز من الله هالشيء؟ بجوز؟ الحمد لله على سلامتك يا تكرار. الله يعافيك.